وقال أتعاني الرسول الكريم، أتعاني الصديق، أتعاني عمر، أتعاني الرجال، الأمات الضلال، وأحيا بهدي الكتاب البشر. أقول وقد شهدت مقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر، أولئك من سطروا للعلا أجل الصفات وأعلى السير. رسول نبي كريم الطباع، وأصحابه حوله كالدرر، تنام المعالي على طرفه وتصحو على صوته في السحر. شباب الهدى قد بنت أمتي، عليكم من الأمل المنتظر، صلوا حمص القوم عصف الظلام، وتهزأوا بالحسق أن ظهر. فهل جعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يأبى الضرر؟ وما اللذان لله في دربه، كفاه المهيمن من كل شر. يعز على المرء ألا يرى شباب الهداية يأبى الخبر، ويكره قلبي دليل الخطى فتى بين أترابه محتقر. فتى حطم الكفر أسلافه، فحطمه الكفر لما هجر، أبى أن يطبق إسلامه، وكان على قمة فانحدر. وشر المصائب يا إخوتي دليل، وقد كان بالأنظر عشاق مثل الربا والشجر، فتهدي الضياء لها يا قمر. أتعشقها أم رثيت لحالي، فجئت تشاركني في السهر؟ أتعشق مثل الربا والشجر، فتهدي الضياء